هذا جاز اكسشينج ان ذا لانكس، شرحناها. هذا مشروح، هذه سلايد شرحي احنا. هذه ايضا يعني ايضا هذه مشروحه، وجيب بالي وصلنا هنا وقلت لكم هذه من الداخل، وهذه الحويصات المنتشر عليها، هذه اير ساكس. كل اير ساك ب 50 الى 100 حويصله هوائيه سود، ويجي هذا البلمونري ارتري اللي هو يعني كربون دايكسيد ريتش بور اكسجين، يجي التوابل الغازي هذا داخل الحويصلات، هذا من الجو ياخذ اكسجين، هاي ريتش اكسجين لو كربون دايكسيد، وستنافذ بينه بين الدم، سمك خليه واحده، سمك خليه واحده يرجع الدم، التركيز يزيد ويرجع الى بالبلمونري فين، يرجع الى الليفت اتريوم، This is the alveoli are grouped in clusters. A network of capillaries surrounds each alveolus. هذا مشروح السلايد. هذا أيضا سلايد مشروح. Gas exchange takes place in the alveoli. هذا 12 هم مشروح. الفيديو مالكم موجود السابق، يعني مبين وين وصلنا احنا. Oxygen diffuses into the blood. And carbon dioxide goes and the blood diffuses into the alveolus. وصير بعدين expiration. ماشي. How does the body use oxygen? قلنا معنى respiration هو in biology respiration means different things. عدة أشياء، يعني مو بس تنفس هو لغرض حتى ننفس الرئتين، والرئتين بعدين شو نسوي بها؟ هي يعني عبارة عن two organs، spongy organs، وهو يعني ما يحتاجون الدم لهم يعني كلانجز، يعني ما يحتاجون يمكن كم سيسي يغذيها ويسحب منها، لكن البقية هي وسيلة ليست غاية حتى تنفس الرئتين. هي وسيلة للتنفيس لإجراء التنفس لجميع خلايا الجسم، حتى يتوزع الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم لازم يمر بالرئتين حتى يصير تبادل غازي اللي شفتوه. So this is oxygen is for respiration. In biology respiration means different things، يعني عدة أشياء. بالنسبة للخلايا respiration هو إحراق المواد الغذائية بالإيش؟ بالنار. ما نار، ما اكو اكسجين، الاكسجين هو النار. شايفين قبل يعني كنا نخلي علامه النار من اتحاد بالاكسجين، تصور شلون نريد نخلي اكسجين، علامه اكسجين على عمليه مثلا الطاقه او الغليان او هاك شيء. So cellular exception is the release of energy، لان شلون تتحرر الطاقه؟ لازم تحترق المواد الغذائيه. ليش تحترق؟ لازم اكو اكسجين. اي شيء ما بي اكسجين خلي عليه ثاني اكسيد الكربون تنتهي، تقف الاحتراق، تطفي الحرائق، ثاني اكسيد الكربون انت، لكن تسعر انت الحراره يعني توارد الاكسجين. So from breakdown of food in the presence of oxygen and this العمليه هاي occurs in where in all of the cells of the body. كل cells تمثل الغذاء يعني تستهلك الأكسجين. هذا التنفس هو استهلاك الأكسجين لغرض تحرير الطاقة. At the organism level respiration is the process of gas exchange. هذا أولا ريليز، هذا معنى يعني معنيين صار respiration، release of energy in the tissue level. هذا in the tissue level occurs in the tissue level. The organism level the respiration is the process of gas exchange. تبادل غازي هاي وين تحصل؟ The release of carbon dioxide and the uptake of oxygen that occurs between RBCs and alveoli. وين يصير هذا؟ هذا يصير باللنجز. تبادل غازي هذا أيضا respiration. Respiration يختلف كلمة respiration تختلف عن كلمة breathing. Breathing يعني التنفس. نعم. يعني respiration معناها عملية التنفس، يعني عملية
شهيق وزفير. هذه العملية يسموها breathing. هاي يسموها breathing ليس respiration. هاي breathing is the actual mechanical intake of air. Actual mechanical intake of air. يعني هذا تعريف أربع خمس كلمات يعني لازم تعرفون هذا تعريف breathing. Okay. Respiration لازم تعرفون أنه هو تحرير release of energy as well as gas exchange. هاي تحدث بال بالرئتين وهذا يحدث على all over the body in all the cells and tissues of the body. هذا هو المحاضرة خلصت مال السابقة مال الآن المحاضرة الثانية نبدي بها اليوم اللي هي عبارة skeletal system. أعطيناكم skeletal system قبل ما يعني تتحدون وصيرون مع بين التخدير وال يعني وال انتم ما صار عندكم مو صحيح والبصريات اخذتوا شو اخذتوا من شنطتكم يعني كان سجاد اشرف ما موجود موجود سجاد اشرف موجود منو موجود الان اونلاين هذا احنا وصلنا للمحاضره الرابعه اللي هي بعد اي محاضره محاضره الرابعه تعتبر يعني اللي اخذنا هذيك الريسبيراتوري احنا خلصنا هسه حاليا جهاز التنفس اي دكتور اخذنا الانترودكشن هم الانترودكشن هم اخذنا دكتور لا انا اتكلم على محاضرات ما قبل ما تتحدون تصيرون شعبه وحده تصيرون قبل كان شعبتين شعبه التخدير واحد شعبه البصريات واحد بصريات اي صح ولا صح صح ماشي موجود مسجل عندنا بالميتينج على كل هسه ناخذ اليوم سكيليتال سيستم هذا الجهاز هذا استفادوا منه راح يختصر لكم جميع الاجهزه اللاحقه اللي هو الابر لمب لور لمب والبلفس ثلاث محاضرات يختصر لكم اياه هذا نشوف يعني عندي خطه كيف اختصر لكم يعني لكن يعني لازم انتم تشوفون حتى هذه ما أعطيتكم إياها جماعة التخدير أعطيتكم إياها سابقا ما أخذيها جماعة البصريات أعطيتها البصريات بالكورس الأول أعطيتكم إياها مو الكورس الأول مو الكورس الأول هل سهل لا 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 بالكورس الأول أخذناها أخذتها بالكورس الأول نعم ماشي طيب إذا هسه نشكم هذه ما أخذها نص الباقي جماعة التخدير هذه لأنه مهمة وتشمل يعني تستفادون منها هذه هسه السكيليتال سيستم ستركتشر فانكشن اند ديزيزز اوف ذا بونز اند جوينتس ديزيز ما راح نبحث فيها لكن فقط ستركتشر والفانكشن قليل من الفانكشن حتى تعرفون شلون الاناتومي مع السكيليتال سيستم هو ملذ يعني هذا الموضوع skeletal system parts of the skeletal system عندنا جهاز هيكلي هذا الجهاز الهيكلي ينقسم الى جهاز محوري اساسي والجهاز يعني الملحق الجهاز الاصلي هو الاكسيال المحوري skeletal system هو عباره عن فقط شيئين هم هذول الاساس يعني موجودين هذا من الخلقه من الجنين skull spinal column مثل ما قلنا يعني الفراغات الموجودة بالجسم اللي هي محاضرة كاملة أعطيتكم إياها يعني مع المقدمة صارت إن البوستيريور صحيح قلنا البوستيريور كافيتيز أوف ذا بادي اللي هي السكال والسباينال كولوم صحيح ملتحمين واحد يحتوي الدماغ الثاني يحتوي على النخاع الشوكي وبهم سي اس اف مشترك تحديد بيناتهم سائل الدماغ يعني هو يغطي الاثنين هو يدور بالاثنين نعم الان عندنا هذا المحوري الملحق او
الذي يربط يعني هذا، ما احنا ما بس نعيش بالجسد يعني السكال، ما بس بالرأس والعنق والجسد عندنا، هذا اسمه الكور ينتهي، بس احنا عندنا ايضا اطراف اليوسفلات، هذا limbs and girdle. girdle يعني حزام، حزام الاحزمه والاطراف، الاطراف هي العليا والسفلى، لكن هذه من يربطها بالجسد والاحزمه، بالاعلى يسميها shoulder girdle يعني حزام الكتف، shoulder girdle او upper limb girdle، وباللور lower limb girdle يسموها او pelvic girdle او حزام الحوض، حتى تربط بالمفاصل والعضلات، تربط الاطراف العليا والسفلى الى الجسم. طيب من يكون الجهاز يعني هو الجهاز الهيكلي، من يتكون؟ اخذناها هذه ايضا بالمحاضره بالمقدمه، بونز جوينتس اللي هو البونز اللي يتكون الهيكل، الهيكل العام للجسم، جوينتس المفاصل، كارتليجز الغضاريف، ليجامنتس الالياف الرابطه، يعني ما بس اكو مفاصل، اكو لازم روابط قويه تربط حتى لا تفلت الجوينتس، ثقل الجسم، واكو مرات ثقل الجسم واحد 150 كيلو، مفصل واحده ما يكفي يعني، والاوتار والعضلات الثانيه، لازم اكو ليجامنتس، بيج ليجامنتس يعني فيري سترونج ليجامنتس، اوتار قويه جدا تربط يعني مثلا الفخذ، عظم الفخذ بعظم الساق يعني عظام الساق، عظمي الساق اللي هو تندن يساوي بون تو مصل، اللي من يربط، من يربط المصل بالبون هو التندن، هو الوتر، وتر هذا اللي قمنا نسعني لنوع من الأوتار، يربطون بون تو بون، يربطون عظم العظم، ويربطون أيضا يعني وتر لعظم. زين ناو سو ليجامنت تعريفه هو يعني ارتباط العظام، قلنا عظام مثلا الفخذ، عظم الفخذ مع عظم القصبه بالساق، هاي ليجامنت. التندن الوتر اشربط يعني العضله مو تجي راسا تطلش على يعني على العظم، لا يعني حتى تحرك العظم لازم بيها وتر، فيسموه التندن، هي هاي الليجامنت، الليجامنتس التندنز. طيب عندنا functions of the bone، تعرفون يعني هو العظام مو بس هي عظام قوية، أولا support دعم هيكل الجسم، هذا support of the body، protection حماية مال soft tissues مال الأحشاء الداخلية، يعني هنا الكليتين محمية بالقفص الصدري من الخلف، الطحال محمي بالقفص الصدري، المعدة من الأمام يعني محمية بالقفص الصدري، الكبد والطحال مثل ما قلنا والكليتين، وبعدين عندنا يعني القلب، الرئتين، المريء، هكذا هذه كلها هي حماية، حماية للجسم وأحشاء الداخلية. movement due to attack skeletal muscles، شلون تكون الحركة؟ يعني عظام بحدها موجودة هيكل عظمي ما يمشي إلا مرتبطة ب يعني عضلات إرادية مخططة skeletal muscles، هي هاي اللي سوينا بالنتيجة، راح سوينا locomotion نتيجة تقلصهم بالصفات، يقوم يتحرك الجسم أو تتحرك الأيدي، movement حركة. storage of minerals خزن للأملاح المعدنية أو المعادن مثل كالسيوم معدن، مغنيسيوم معدن، نعم، and fats كذلك لخزن دهنيات، نخاع، نخاع العظم تشوفه كله دهنيات، لكن لو تشوف دهنيات لكن هو عنده وظيفة يعني مهمة للجسم وحيوية أيضا، يعني تكوين الدم blood cell formation، تكوين كريات الدم الحمراء البيضاء والأقراص الدموية. bones of the human body عظم، تأخذ عظم طويل مثلا وانتو تشوفون يعني بالملاحظات، إذا عظم مثلا المقطع مع العظم إيش هو؟ القشرة الخارجية يسموه compact bone، يعني مصوص تام ويكون
وكثافته عالية جدا لغرض الحماية ولغرض يعني إعطاء شكل العظم أو شكل الجسم في العظم الفخذ مثلا. الجوة يسموه سبونجي بون يعني، أو يسموه كانسر سبون يعني سبونجي بون يعني يعني عظم سبنجي اللي هو بين هالسبايكس مال العظام. هناك أكو خلايا يعني دهنية وكذلك خلايا اللي تكون الدم. So the skeleton has 206 bones. Two basic types of bone tissue. نقول لك there are two basic types of bone tissue. لازم تقول لي compact spongy. ماشي؟ أنا تقول compact and spongy. هذه بالنسبة لي إيش؟ نوعية يعني نوعية النوعيات الأساسية للعظم. طبعا واحد عظم عظم هذا عظم كله كالسيوم ماشي وأملاح، وهذا إيش؟ هذا سبونجي بون، هذا عظم هش، هذا لغرض خزن الدهنيات وتكوين كريات الدم الحمراء والبيضاء والأقراص الدموية. نعم. So compact bone يكون homogeneous يعني متجانس، هذا عظم متجانس. Spongy bone small needle-like pieces of bone، كأنه إبري، إبرية. شبه إبرية تحتوي بيناتها many open spaces، فضاءات يعني أكو بها فراغات مفتوحة على بعض. Bones are classified by their shape. إذا أقول لك bones are divided into وفراغات، أكتب لك أنت لازم تجاوبني. So the يعني bones according to the shape، قلنا الشكل. So the long bones، short bones، flat bones، irregular bones. يعني مثال long bone longer than they are wide، يعني طول مالها أكثر من الثخن مالها أو العرض. مثل إيش؟ عظام ال يعني الأطراف مثلا arms and legs، الأطراف العليا والسفلى. عظم العضد هذا طويل طبعا والسمك ماله مو كلش. عظم الفخذ أيضا أكبر، هذا أطول عظم بالجسم موجود. هذا لونج بونز يسموها. وكذلك عظمي الكعبره والزند ويعني عظمي القصبه والشظيه. شورت بونز يوجوالي سكوير ان شيب كيوب لايك، مثل مكعبات. هذه مثل ريست وانكل شورت بونز. هذا لونج عكسه ايش؟ شورت. شورت بونز مثل ايش؟ اكو عظام الرسغ هذه بالطرف العلوي، هذا قبل يعني يجي يتمصل مع يعني عظام مع مشطل الكف، وكذلك عظام الكاحل، مفصل الكاحل. عظام اكو ست عظام هي هاي شورت بونز، تتمفصل مع بالانكل جوينت، تتمفصل مع مشط القدم. فلات بونز ثالثاً، فلات بونز فلات، تكون فلات كيرفت مثل سكال وستيرنم. سكال ستيرنم يعني هذا الجمجمة، عظام الجمجمة يعني قوية جدا، قوية تو تيبلز بيها يعني وبيناتها يعني مثل شبه فراغ مثل سبونجي بون. والستيرنم يعني عظم القص أيضا، شوف عظم خفيف تتحم كل الأضلاع به. هذا فهذا فلات بون، فلات بون سكال اند ستيرن. ايريجولار بون اود شيب، اود يعني لا على التعيين، مثل يعني الفقره من يعني بيها سبايكس، بوستيرير سباينز بيها ترانسفيرس سباينز بيها، يعني بادي اوف ذا فيرتبرا يعني البلفس، عظام البلفس مثل اليوم واسكيوم و بيوبس،
نظام يعني غير منتظمة. الآن classification of bones on the basis of shape. هذا بالنسبة للشكل. هذا بالنسبة للشكل اللي قلنا عليه إنه أربعة. أكو long bones، هذا عظم الفخذ أو عظم العضد humerus، وهذا الأكبر منه عظم الفخذ، وهي القصبة الشظية، وهي الكعبرة والزند. هذه long bones كلها. هذه long bones الموجودة عندنا. short bones بعكس الشورت بونز، هذا عظام الرسل، عظام الرسل ثمان عظيمات، وعظام ايش انكل، هذه عظم عظيمات الكاحل، مفصل الكاحل اللي هي ست عظيمات. نعم، هذا كاربال بونز اوف ذا بريست، سموها كاربال، هذا كاربال بونز، هذا ثمان عظام سافين على اربعه اربعه تفصل بين الساعد ومشط الكف، مشط اليد. نعم، ثالثا الثلاث بونز، هاي الثلاث بونز، هذا عظم من عظام الجمجمة، عظم أحد عظام الجمجمة. هذا شوف، هاي تو تيبلز، الأبر والأبر أوتر والإنر تيبلز، بيناتهم كانسيلس بون. هذه هذول فلات بونز، فلات بونز بارايتال بون أوف ذا سكال، هذا هذا العظم الخارجي يعني الصدغي يسموه يعني بالاطراف. هذه irregular vertebra، هاي هذا جسم body of the vertebra، هذا transverse process، وهذا